مش حلوه ايه؟ القطعه والترميم مش حلوين شويه. ما حلتيش فيهم حاجه؟ لا حليت الحمد لله. ولا حليتي وضغط نفسي حاسه انك ما حليتيش؟ تفرق. اصل كله طالع بيقول ده سهل. لا طب ايديكي ما مشيتش على يعني على الاجابه وحليتي حاجات؟ لا الحمد لله مشيت حليت بس مش واثقه. مش واثقه في الاجابه. وهيبقى ضغط نفسي ما تلاقيش. طب الماده اللي فاتت كانت ايه؟ فيزياء. كان في برضه خالص برضه. لا ما حضرتكم ما كنتوا بتصوروا على الفيزياء. ما كانتش حلوه. حلو. انا مش عارفه بيتحطوا بعض اللي بيحطوا الامتحانات ده بيتحطوا بعض على حسابنا وحساب ولادنا. انا مش فاهمه. ماشي بس الوزير ادى ثلاث اسئله درجه مئويه. يعني ثلاث معلش. ما السنه اللي فاتت كانت الكبده اللي خبطت ثلاث اسئله من 44 سؤال. ازاي؟ ما هو صعبين اللي عليهم جدل. ازاي؟ اللي عليهم جدل يعني اداهم درجه مئويه. يعني خارجين يقولوا الامتحان كله صعب ويقول لي ثلاث اسئله عليهم جدل. هو يعني ما حدش قال ثلاث اسئله. والماده المفروض يديهم في كل الاسئله درجه نمره النجاح. السنه اللي فاتت الكيمياء صعبه كانت خارجين يقولوا الكيمياء صعبه وادوهم الدرجه اللي نجحهم ادوهم درجه النجاح ما ادوهمش درجات طفلهم. لا هو ادوهم درجه النجاح كامله اللي هم المدرسين اللي بيحطوا الامتحان يتحدوا بعض على حسابنا وحساب ولادنا. كفايه النور والمصحف كفايه عيلتنا واحنا محميين في البلكونه. ده حرام ولا حلال ده؟ بتعرفي تذاكري من قطع النور صح؟ لا بتخش البلكونه. بس بحاول اعمل على قد ما بقدر على قد ما ربنا بيديني انا بعمل. انت عملتي ايه النهارده؟ الحمد لله. الامتحان كان صعب؟ لا الامتحان ما كانش صعب بس الكتاب كانت صعبة شوية. انت بتعيطي ليه طيب؟ عشان ما كنتش فاهمة الكتاب بتتكلم عن ايه ولا حتى الباراجراف مش كانت بتتكلم عن ايه. اه وايه تاني كان صعب في الامتحان؟ هما دول بس الحمد لله. انت علمي ولا ادبي؟ علمي. اه ايه اللي كان صعب في المواد اللي فاتت؟ فيزياء كانت صعبة قوي. ايه عملت فيها ايه يعني ايه اللي كان صعب برضه بالنسبه لك؟ معلش احنا متاثرين بس احنا عندنا درس. لا هنروح احنا؟ تمام. بالذات المقالي كان صعب قوي ما كنتش عارفه اصلا اجيب له قوانين. حاولت اجيب قوانين من دماغي وحاولت الحمد لله حل لحد ما وصلت للحل وخلاص الحمد لله. على قد ما بتذاكر كويس ولا بتبقى متوتره؟ انا بنمشي اصلا 4 ساعات في اليوم بالكتير. ده لو نمتهم كمان. لو نمتهم لما عليها دي كانت كل يوم بتحمر وبتورم. ماما بتقعد تقول لي عينك ورم عينك حمرا يا بنتي نامي. اقول لها يا ماما انا مش جاي نوم حتى لو مش بعمل عليها بس مش عارفه انام. بيجي لي انا مش عارفه انام. انا خايفه عليها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد. قولي لي الامتحان النهارده. انا اقول له يراعينا ويراعي اهالينا. يراعي اهالينا بالذات يعني سيبك بس يراعي اهالينا. يعني هقول لحضرتك ما يضربوش بعض على حسابنا وحساب ولادنا. اللي يحط الامتحان ما يضربش. انت عندها القلب وعندها السكر وعندها الضغط وما بتجيبش علاجه والمصعب ما بتجيب علاجه عشان خاطر ولا بتروح للدكتور. مش مشكله انا المهم انت ربنا يعوضك يا بنت. ربنا يعوضك. يعني انا ما بتصرفش على علاجه عشان فلوسك؟ يا بتجيب علاجه يا بنت الدكتوره تجيب علاجه. بس والله العظيم بفلوسي بجيب لها برضه بعلاجه فلوس العيديه برضه بقعد اجيب لها واصرف معاها. بس ما تعيطيش طيب شيلي حبك. انا محبه لاخويا. انت عملت اللي عليك. ربنا يعوضك وينجحك ان شاء الله. انت شايفه انت عملت اللي عليك ايه؟ الحمد لله. قولي لي ايه بقى؟ يعني عملتها بقى طول السنه معاكي. والله ربنا يفرحك ان شاء الله بينا وتشوفنا احسن حاجه يا رب. احنا واللي زينا في حاجه احنا ما يشبتش حد فينا ولا فيها هي ولا بابا باذن الله. ما يشبتش حد فينا باذن الله. هتنجحي يا رب. ربنا هيكرمك. يا رب ربنا هيكرمك. يا رب ربنا هيكرمك. يا رب ربنا هيكرمك. سيبك من اللي عدى بقى وخليك في اللي جاي. ان شاء الله باذن الله ربنا يجي. يا رب 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 لكن حرام حرام. بصوا لينا الطبقه اللي نازله دي يعني طبقه ما تحطش اللوجو بعدين عرفتوا لكن كده. لا لا حرام خلاص. هم اللي عملتيه في ما حدش يحط لوجو. ما حدش يحط لوجو. يا رب شكرا. عارف الوزير يخليهم زي ولاده ولاد اخواتي ولاد اي